آمین. دل میں ایمان کا نور کامل نصیب فرما، نور نصیب فرما، ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسالک خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، عليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.